مرحبا. نيو بورن تيبس. في كتير أخطاء شائعة لدى الأمهات الجدد بعد ولادة طفلهم، بيسمعوا نصايح اللي ممكن تكون خطأ، مثل كل الأطفال لازم أعطائهم الأنينة أو البيبرون مع سكر بالمستشفى. خطأ، بس تعطى للأطفال اللي بيعانوا من نقص السكر بالدم أو من الصفيرة. شرب المي خلال الرضاعة الطبيعية بيخفف من دسم الحليب. خطأ، شرب المي ما بيغير من تركيبة الحليب، بالعكس بيمنع إصابة الأم بالجفاف. ما تستخدمي كرسي الأطفال الخاص بالسيارة قبل عمر 3 شهور. خطأ، كرسي السيارة هام جدا لسلامة طفلك، لأنه عضلات رقبة الطفل ضعيفة وراسه تقيلة، ولو وقفت السيارة فجأة ممكن يعاني الطفل من إصابات بالغة أو قد يحدث وفاة إذا ما كان جالس بالكرسي بشكل آمن. أفضل وضع لنوم الطفل على بطنه، لأنه هيدا الوضع بيقلل الغازات والمغص. خطأ، وضع طفلك على بطنه وهو واعي بيقلل من الغازات، ولكن ما تتركيه أبدا على بطنه وهو ونايم. ثبتت الدراسات أن النوم على البطن أحد أهم أسباب ظاهرة الموت المفاجئ عند الأطفال حديثي الولادة، وأفضل وضع لنوم الطفل هو على ظهره أو على جنبه، ولازم ذراعه الأسفل يكون مفرود للأمام حتى ما يقدر يقلب على بطنه. المخدة ما لازم تستخدم أبدا قبل سن السنة، لأنه ممكن تسبب باختناق الطفل. صحتكم مهمة، بس الأهم تحافظوا عليها. تروني بكرة مع تب جديد. تشاو.